خلاص ماشي يلا خش. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي جريده الجمهوريه اونلاين. احنا الان في محافظه المنيا داخل صومعه نفرتيتي. معانا ومع حضراتكم اللواء اشرف القاضي محافظ المنيا، يحدثنا عن الاستثمارات والمشروعات الاستثماريه والتنمويه في محافظه المنيا والخطه المقبله في السنه الجديده. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. كنت عايزين حتى تحدثنا عن الخطه الاستثماريه والمشروعات اللي تم تنفيذها على ارض محافظه المنيا. الحمد لله في مشروعات قوميه تمت وتم افتتاحها رئاسيا في خلال الايام الماضيه، افتتاح فخامه السيد رئيس الجمهوريه في كافه القطاعات، منها النقل والصحه والكهرباء. يعني يمكن كلكم شفتوا افتتاح محور صملوط على النيل بطول 24 كيلو متر وعرض 21 كيلو وفي 47 عمل صناعي وبتكلفه المالية 1.875 مليار مليون جنيه. عندنا ثلاث مستشفيات على أعلى مستوى، مستشفى دلمواس وملاوي ومستشفى صملوط ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي. عندنا مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في صملوط، يمكن شفتوه ده بتكلفة تعدل 2 مليار جنيه، اللي بيغطي خمس محافظات: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد. المشروعات الاستثمارية عندنا وبالإضافة للمشروعات حياة كريمة، انتم شايفين يعني عندنا خمس مراكز في حياة كريمة بتكلفة تقديرية حوالي 23 مليار جنيه. عزيز حدث يا فندم على الموقف السلعي للمحافظة، وعايزين نطمئن على توافر السلع والمخزون الاستراتيجي. الحمد لله رب العالمين، السلع كلها متوفرة في كافة المنافذ. يعني عندنا العيش لله الحمد ما فيش أي مشكلة خالص، عندنا 3050 مخبز، عندنا مطاحن، عندنا اربع مطاحن على مستوى المحافظه في اكتفاء ذاتي بينتجوا حوالي 1300 طن دقيق يومي. عندنا صوامع ومخازن، عندنا القمح يكفي سبع شهور قادمه. لا الحمد يعني المحافظه فيها اكتفاء ذاتي. طب بالنسبه لموسم توريد القصب، عايزين نتحدث على موسم توريد القصب والموقف حاليا ايه؟ يعني توريد القصب ابتدى طبعا في مصنع سكر في ابو رواس. المصنع ده طبعا تعرفوا مصنع منشأ من حوالي 1869 وتحدث في 1999 وبينتج قصب السكر وبنجر السكر، وبينتج حوالي 34% من سكر الجمهورية يعني على مستوى الجمهورية. شكرا جزيلا يا فندم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا اعزائي مشاهدي جريدة الجمهورية، والى لقاء جديد في لايف جديد باذن الله. نكمل في المصنع.